لك يا رئيس وزراء مصر أن تتدخل في عمل القضاء أو توجه القضاء من قريب أو بعيد. سنتأكد من صحة هذا التصريح وما إذا كان منسوب إليه أو لا، وفي حال تأكدنا من ذلك ستقيم الحملة وتتولى إقامة دعوى بعزله من منصبه، فهو إن قال ذلك لا يستحق أن يكون رئيس وزراء مصر. وبأطالب اللجنة بأن تطرح على الشعب المصري ما تم الانتهاء إليه من نصوص مواد تم الاتفاق عليها، حتى يستطيع هذا الشعب ويستطيع المواطن أن يستوعب هذه المواد ويدرسها جيدا، ولا تطرح عليه أكثر من 300 مادة مرة واحدة. ففي هذه الحالة لا يكون هناك وقت لدراسة هذه المواد ويتم التصويت عشوائيا. وجميع دول العالم أن تحضر إلى مصر وتأخذ دروس من هذا الجيش العظيم، كيف تكون الكرامة وكيف يحمي الجيش كرامة شعبه وكرامة وطنه. وبقول للفريق أول عبد الفتاح السيسي، إحنا وراك مش هنسيبك، وإحنا قدرنا إن إحنا نخلي جمال عبد الناصر يعدل عن قرار تنحيه، وقدرنا نشيل حسني مبارك، وقدرنا نشيل محمد مرسي، وهنقدر نجبرك على أن تكون رئيسا لجمهورية مصر العربية.